تبولي زين اللي جان غا والمقارات اللي إلان غا الساد غا تمازير من أحنا أردنا بها السموخ السعر اللي قسم الله توقاس اللي نجان أدران الدور يتمازيرت راند الدور يوفيان نتمازيرت من نحن أو عند أسقميت نفليت يتمازيرت نسل غنشتاد هي التوري بائلا تختارت فكان نوال تنويه كبير بمناضلي ومسؤولي جمعيات نحن حن على هذا اللقاء الجميل تنمية بالمفهوم المادي وهي مهمة وضرورية للإنسان ولكن هناك أيضا تنمية بالمعنى الرمزي لأن التنمية في المعنى العميق ديالها ماشي هي الجبال والأنهار وماشي هي البنايات المادية بل هي الإنسان التنمية تستهدف النهوض بوضعية الإنسان من حيث هو إنسان أي فكر ووعي وحضور رمزي قبل ما يكون حضور مادي أيضا الحضور المعنوي من هنا كنحيي هذا التوازن الموجود لدى منظمين الجمعية نحن نحن هذا اللقاء لأنهم يحققوا التوازن بين المادي والرمزي بين الواقعي والمعنوي وذلك بتنظيم مثل هذه الندوة بجانب طبيعة الحال الأنشطة الأخرى الرياضية والفنية والمشاريع التنموية فهذا يدل على أن الهجرة هي تغيير في المكان الإنسان ينتزع من الجغرافيا وكيعيش في جغرافيا أخرى ولكن رغم ذلك من الناحية الفكرية والوجدانية وحتى في امتداد المادي أيضا انتماء بالمعنى الهوياتي كيجيب الإنماء أي كيجيب التنمية من خلال ذاك الشعور الهوياتي الإيجابي ومن خلال الشعور بالانتماء إلى المحلي والجهوي والوطني كيجي هذا الإحساس بضرورة رد الاعتبار للموطن الأصلي لأن هناك شعور مأساوي بأنه مهمش ومنسي وهناك كذلك شعور يعني عملي حازم بضرورة العمل ومشي الاكتفاء فقط بالترافع بل كذلك العمل وهنا تجي المشاريع التنموية لصالح السكان غتلاحظوا واحد المسألة مهمة جدا الجيل الأول ديال المهاجرين اللي مشى من المغرب في نهاية الخمسينات من بعد الاستقلال الناس كتار هزوا 57 58 59 وطوال الستينات هذا الجيل الأول ديال المهاجرين عاش الثقافة الأصلية في المهجر كيمشي مثلا بالنسبة لسوس المنطقة اللي كنتمي ليها المهاجرين كلهم اللي مشاو من سوس في بشكل مبكر كياخذوا معاهم الأشرطة الصوتية اللي كتوثق للاحتفالات والرقص الجماعي والمعروف أي المناسبات اللي كتجمع الناس في البلد الأصلي هذه الأشرطة الصوتية كيعيشوا بها العام كله في المهجر كيشتغلوا في باريس أو في بلجيكا أو في مارسيليا أو في أي بلد من بلدان المهجر العام كله كيشتغلوا كيعملوا ولكن كيعملوا من أجل الوطن الأصلي ما عندهمش فكرة للاندماج في المهجر كيشتغلوا فقط من أجل الوطن الأصلي وهذه الأشرطة اللي كياخذوا معاها هي أشرطة كيعيدوا بها إنتاج الحياة ديالهم في المتخيل وفي الذات ديالهم وفي الوعي ديالهم وهم في المهجر هذه الثقافة الأصلية اللي كيديوها معاهم في الأشرطة هي اللي كتجعلهم ما كيشعروش بالغربة في المهجر لأنهم كيعيشوا الثقافة الأصلية وهما في هذيك الكوميونيتي المغلقة اللي كيعيشوا بها في البلد الغربة هذا شيء مهم جدا هذا معناه أن الثقافة الأصلية كتنفع المهاجر فأنها كتخليه عنده شعور متوازن بالانتماء للوطن الأصلي وما كيعيش التشظي أو التمزق الهوياتي في الداخل دياله
تمزق الهويتي كيؤدي للقلق وكيؤدي للاضطراب في السلوك وكيؤدي للصراع مع الوسط. شكون اللي غيعرف هذا التمزق؟ غادي تعرفوا الاجيال المواليه، الجيل الثاني والجيل الثالث على وجه الخصوص. لماذا؟ لان هناك عوامل اخرى غادي تبين لنا الاهميه الكبيره ديال الانتماء الهوياتي والشعور بالانتماء الهوياتي للوطن الاصلي وللمحلي كذلك. فين كتبان؟ الجيل الثاني والثالث غادي يوقع له احتكاك تصادمي بالوسط ديال الهجره. الكثير من الشباب تولدوا في المهجر وعاشوا في المهجر، ولكن عاشوا مع شعور مأساوي بالتهميش، انهم عاشوا في لابونليو مثلا او عاشوا في بعض الاحياء اللي على هامش المدن الكبرى. هذاك الشعور بالتهميش جعلهم كيبحثوا على لو غوبير، يعني كيبحثوا على البوصله اللي غتوريهم الاتجاه ديال الانتماء ديال الهوياتي. هنا غادي يوقع مشكل في بلدان المهجر اللي هو مشكل اقتصادي ومالي، غيخلوا الناس واحد الازمه اقتصاديه وماليه، غادي تسد واحد العدد ديال المقاولات العامل، واحد العدد ديال الناس اللي كانوا في 7 الصباح كيكونوا عند العمل ديالهم غادي يوليو جالسين في الشوماج، وباش يعمروا الوقت ديالهم كيمشيو للمسجد. كيمشيو للمسجد. في المسجد غادي يوقع واحد المشكل كبير، لان المسجد في المهجر ماشي هو المسجد في الوطن الاصلي. المسجد في الوطن الاصلي فيه واحد النمط ديال التدين المغربي، وطبيعه الحال هذا النمط ديال التدين المغربي نمط ديال التدين متوازن بين الديني والدنيوي. لكن المسجد في المهجر كله كيأطروه ناس كيعيشوا ذاك الشعور بالتمزق الهوياتي. وطبيعه الحال بما ان هناك شبكه دوليه ديال التمويل اللي كتمول واحد النهج او نمط من التدين، اما الوهابيه العالميه او الاخوانيه العالميه، كيولي المهاجر المغربي كيلقى راسو في المسجد امام واحد النمط جديد من التدين اللي هو ماشي التدين المغربي. وهذا التدين كيحرضوا ضد الوطن ديال الاستقبال، لو بيي داكول. وصبح المسلم كيشعر في بلدان المهجر بان هناك واحد الهوه كتفصلوا على المجتمع اللي كيعيش فيه، واللي هو كيعيش فيه التصادم. وهكذا ما بقاتش العلاقه هي ديك العلاقه الاصليه ديال الاحترام والوئام اللي كانت عند الجيل الاول ديال المهاجرين. انا كنتذكر وانا صغير كيرجعوا المهاجرين في العطله وكيبداو يحكيو لينا على العظمه ديال البلدان الغربيه وعلى النجاح ديالها الاقتصادي وعلى الاستقامه ديال الناس من الناحيه الاخلاقيه، كيفاش ان السكان ديال هذيك البلدان كتوقف في الصف، حتى واحد ما كاينش يعطي رشوه باش يسبق الناس يقضي غرضو على حسابهم، كيفاش ان هذوك المواطنين كيخلصوا الضريبه ديالهم في الوقت، وكيفاش ان هذوك المواطنين نظيفين ما كيرميوش الزبل في الشارع. هادشي كله كيجيو المهاجرين وكيبداو يحكيو لينا على ديك البلدان المزدهره. بين الجيل الاول والجيل الثاني والثالث وقع واحد الانقلاب بسبب التشظي الهوياتي، بسبب واحد الاضطراب في مفهوم الانتماء. الجيل الثالث غتولي عنده ازمه هويه حاده بسبب انه تلف هذيك لابوصول، يعني ذاك لو روبير او ذاك الشعور بالانتماء ولا مضطرب. علاش؟ لان في المسجد تقال له انه مسلم بواحد الطريقه اللي فيها تصادم مع لو بي داكي ومع الناس الاخرين اللي هما ماشي مسلمين، وهذا ما كانش في التدين الاصلي المغربي. بطبيعه الحال وقع مشكل اخر، وهذا المشكل الاخر هو تزايد بؤر الاضطراب في المشرق، سواء في افغانستان او في العراق او في سوريا او كذا. هذيك البؤر المضطربه عسكريا ومضطربة أمنيا أثرت في نمط التدين في الغرب وفي أوروبا، ولات المساجد مساجد تتحرض الجالية المسلمة ضد المجتمعات المستقبلة وضد الدول ديال الاستقبال كذلك، فولينا في واحد التوتر كبير. وهنا وقع مشكل آخر، وهو أن الجالية المسلمة كتشعر بان اولادها باش يبقاو في الهويه الاصليه خاصهم
يكونوا مسلمين. باش يكونوا مسلمين كتصيفطهم للجمعيات اللي كتدرس اللغه العربيه. هذيك الجمعيات اللي كتدرس اللغه العربيه في المهجر مؤطره من طرف الشبكه العالميه، اما ديال الاخوان المسلمين او ديال الوهابيه العالميه، يعني التطرف الديني. فكيقولوا انهم كيدرسوا اللغه العربيه، لكن في النهايه كتلقى ديك الاطفال ما كيتعلموش اللغه العربيه، لان النحو ديالها بالنسبه للاطفال في المهجر صعب جدا. ولكن شنو كيتعلموا؟ كيتعلموا الانتغريزم، كيتعلموا التشدد الديني. فهنا بدينا كنشعروا بان المهجر اصبح كيغلي. فبدينا كنطالبوا كفاعلين مدنيين الدوله المغربيه بان تتدخل من اجل توثيق الصله بين الجاليه المغربيه في الخارج وبين الوطن الاصلي. علاش؟ باش نردوا للناس نمط التدين المغربي. نمط التدين المغربي هو نمط تدين امازيغي، هو الاسلام الامازيغي، والاسلام الامازيغي اسلام وسطي سمح معتدل. علاش؟ لانه كيراعي دائما الملائمه بين ظروف الانسان ومصلحته وبين مقتضيات النص الديني. ولهذا كتلقى الى طلعتوا مثلا على كتاب العمل السوسي فيه اجتهادات ديال فقهاء سوس في النوازل، كتلقاها مخالفه تماما لفقهاء المشرق. واحد العدد ديال الامور الفقهاء المشرق متشددين فيها، الفقهاء ديالنا كيلقاو فيها حلول، حلول انسانيه من داخل المرجعيه الاسلاميه نفسها. وهذا شيء مهم جدا. من هنا من بعد العوده ديالي شخصيا من هولندا المره الثالثه، عملت تقرير بعثته لوزاره الاوقاف المغربيه، وعملت تقرير بعثته لعدد من دوائر القرار في بلدنا، باش نقول لهم ينبغي انقاذ جاليتنا. ما يمكنش نخليو الجاليه المغربيه ديالنا تمشي ضحيه ديال شبكات دوليه ديال التطرف وديال الارهاب. بالخصوص لما تفاجات بانه في هولندا وجدت 173 ديال الشباب المغربي في دينار مشاو لسوريا عن داعش، والعائله ديالهم لا تعرف اي شيء على اهتمامات الاطفال ديالهم. علاش؟ لان الاطفال ديالهم كيدخلوا البيوت ديالهم كيسدوا عليهم وكيبقاو كونيكتي، وفي هذيك لا كونيكسيون كيخرجوا في شبكات خطيره جدا وكيتاثروا في غفله من الاباء والامهات، وصدقوا في البؤر ديال التوتر وديال الارهاب. وكذلك فوجئت بان واحد النسبه كبيره من الجاليه خاصه في هولندا وفي بلجيكا مؤثره تاثيرا دينيا غريبا عن البلد الاصلي. فهنا كيبان لنا الانتماء والانماء اللي اختارهم الاخوان في جمعياتنا نحن بانهم مهمين جدا. غادي تلقى بان هذوك المسلمين المغاربه المتشددين في المهجر ما كيعترفوش مازال بالخصوصيه المغربيه لا في التدين ولا في الثقافه. ولما كتبعث لهم فقهاء مغاربه كيهمشوهم، ما كيعطيوهمش قيمه، وكيقولوا هادو ماشي هذا هو الاسلام. علاش؟ لان الاسلام بالنسبه لهم هو الاسلام المشرقي المتشدد اللي جاي من شبكات معينه عندها تمويل ضخم جدا من اموال البترول. هنا واجب الدوله المغربيه انها تعمل على تجديد ربط الصله مع الجيل الثاني والجيل الثالث ديال المهاجرين المغاربه المسلمين مع وطنهم الاصلي ومع الثقافه الاصليه. واحد العدد ديال الظواهر خطيره جدا كتلقاها في المهجر وما كتلقاهاش هنا، ما كتلقاهاش في البلد الاصلي فيه الاسلام هو المغرب، ما كتلقاش ديك الظواهر الغريبه. ولكن لما كتخرج عند الجاليه كتلقى هذيك الظواهر اللي هي في الحقيقه ما عندها علاقه بثقافتنا. ولهذا الانتماء الى المغرب انتماء هوياتي مهم جدا وفعال ثقافيا واستراتيجيا، لا بالنسبه لجاليتنا في الخارج ولا بالنسبه للمواطنين المغاربه. والدستور المغربي كيعطينا البوابه ديال هذا العمل، لانه كيقول ان الاسلام في المغرب اسلام ديال الدوله هو اسلام وسطي سمح ومعتدل، كيعطي الصفات. وبطبيعه الحال ايضا كيعتبر الدستور المغربي بان المرجعيه الدوليه ديال حقوق الانسان اسماء من التشريعات الوطنيه. هذا الدستور ديال 2011 ك
كما ينص الدستور المغربي على المساواة بين الرجال والنساء في الفصل 19، كما ينص الدستور المغربي على احترام الحريات. وهذا شيء مهم. فلما كنجمعوا هذه القيم كلها اللي عندنا في الدستور ديالنا، كنلقاو في الواقع انها ما جبناهاش من الغرب، ولكن جبناها من الثقافه ديالنا الاصليه، اللي هي ثقافه يمكن لها تحمينا من التوترات وتحمينا من الاخطار اللي كتهدد الان بلدان مضطربه في شمال افريقيا مثل ليبيا، وفي الشرق الاوسط مثل سوريا والعراق واليمن. باش نحافظوا على الاستقرار ديالنا، لابد من تقويه الشعور بالانتماء الى المغرب بكل مكوناته، بكل مكوناته، لانه ولا عندنا دستور من 2011، ولا عندنا دستور اللي كيعترف بهذيك المكونات كامله. كان عندنا مشكل قبل 2011، لان كان هناك عدم تطابق بين الدستور وبين الواقع. دابا لا، الان عندنا واحد الدستور اللي هو كي يحدد بالاسم كل مكونات الهويه المغربيه، وهذا خصو يعمل توازن داخلي، ولكن ايضا خصو يعمل توازن مع المغاربه المقيمين في الخارج، اللي هما ماشي مجرد مصدر ديال العمله، كيف بعض الاحيان كيتعاملوا معهم بعض المسؤولين. الجاليه المغربيه ليست مصدرا للعمله، الجاليه المغربيه هي جزء وعضو من هذا الوطن. كنوه بهذا الشعور بالارتباط بالارض اللي عند هاد المناضلين، واللي رغم بعد المسافه بينهم كمهاجرين وبين موطن ومسقط راس، بقوا في هذا الارتباط بالبلده نحن وحاملين الهم ديال التنميه ديال هاد المنطقه. وكنوه ايضا بالحس الثقافي عندهم، يعني قاموا بمجهود في مشاريع تنمويه بالمعنى المادي، مشاريع ديال التنميه. هذه النظره الديناميه والانسانيه هي اللي خص تكون عند المؤسسات ديالنا تجاه الهجره وتجاه المهاجرين. باش ما نطولش عليكم، الانتماء والانماء مرتبطين دائما باعطاء الاهميه للعامل الثقافي. علاش؟ لان العامل الثقافي هويتي. شنو هي الهويه؟ هو شعور بالانتماء الى ماذا؟ الى مجموعه من القيم الرمزيه اللي هي في النهايه ثقافيه. فالهويه كيف ما بغات تكون هي هويه ثقافيه في النهايه. ولهذا خصنا نقويو المشاريع التنمويه ديالنا بالاساس والقاعده الثقافيه. والدولة ديالنا ارتكبت أخطاء في الماضي، لأنها اعتقدت بأنه يمكنها تنمي بلدان بالاقتصادي الاجتماعي السياسي فقط، وهذا خطأ فادح. الأحزاب السياسية في بلادنا ارتكبت غلط فادح لما كتفكر في الاقتصادي الاجتماعي السياسي فقط، ولما كتولى الحكومة كتعطي 0.19% ديال الميزانية للثقافة، بينما كل الدول المتقدمة كتلقى ميزانية الثقافة ميزانية كبيرة. في فرنسا 500,000 منصب شغل تخرج باسم الثقافة، كيخدموا الناس وكينتجوا كيبنيو بلادهم باسم الثقافة. وحنا دائما كل حكومة كتجي إلا وكتعبر على الاحتقار ديالها لما هو ثقافي بهذيك الميزانية الهزيلة اللي كتعطى لوزارة الثقافة. هذا الشيء خصو يتوقف، لأن المغرب ماشي بلد بدون ثقافة أو بدون هوية، هو بلد عريق، الدولة فيه عريقة لآلاف السنين، وكل حاجة كتدرسها في المغرب كتلقاها عندها امتداد في الزمن إلى آلاف السنين، أي ظاهرة من الظواهر إلا وكتلقى لها جذور عميقة. إذا حنا ماشي تولدنا البارح، حنا عندنا حضارة وعندنا تاريخ، ولكن للأسف الدولة ديالنا إلى الآن، وهذا الشيء خصنا نقوله بصوت عالي لجميع المسؤولين الحكوميين اللي تعاقبوا على الحكومات في بلادنا، ما زال احتقار ثقافي هو عادة عندهم. وما زالت وزارة الثقافة كتعتبر غير واحد الوزارة اللي ما عندهاش أي تأثير في السياسة العمومية، بل هي بينما هي أساسية. لاحظوا معايا كيفاش أننا ما قدرناش نوصلوا ل 15 مليون و 20 مليون سائح، ونوصلوا حتى ل 30 مليون سائح.
لماذا أقدم الشيخ الصور؟ لأن المشرفين على السياحة في بلدنا ما زالين كيعتقدوا بأن السياحة هي المناظر الطبيعية، بينما الدراسات والأبحاث في العالم بينات بأن العامل الرئيسي لكي يدي السواح البلد معين هو العامل الثقافي. العامل الثقافي هو اللي كيجلب السواح أكثر من المناظر الطبيعية. ولهذا علاش كيمشيو الناس بزاف لمصر؟ ما فيها مناظر مصر، فيها الصحراء، ولكن فيها الأهرامات، فيها المتاحف، فيها 7000 عام ديال الحضارة وديال الثقافة العريقة. علاش كيمشيو الناس لإسطنبول ولتركيا؟ السواح كثار، لأن أيضا العامل الثقافي هو اللي كيحدد وليس المناظر الطبيعية، لأن المناظر الطبيعية كاينة في بلدان أخرى ما عليهاش إقبال سياحي كبير. ولهذا ما حد المغاربة كيحتقروا الثقافة ديالهم وما كيعطيوهاش القيمة اللي عندها، ما غاديش يرفعوا من نسبة المداخل ديال السياحة. هانتوما كتشوفوا أن الثقافة ماشي فقط كتنمي الاقتصاد وماشي فقط كتقوي التعليم والتربية، بل إنها أيضا عامل مهم لازدهار السياحة في كل بلد، وكتمتد لقطاعات أخرى كثيرة. كتشوفوا الآن بأن عندنا ظواهر غريبة في الشارع المغربي، الشرميل والإجرام والعنف، كتعمل ميكروفون كتنزل الصحافة في الشارع بمناسبة اليوم العالمي يعني ديال المرأة، كينزلوا للشارع وكيقولوا للمواطنين واش كتعتقد بأن المرأة خصها تضرب؟ و 75% ديال المغاربة كيقولوا نعم. تخيلوا معايا هذا البلد المغرب 75% من الناس اللي كتصولهم في الشارع واش المرأة خصها تضرب؟ كيقولوا نعم خصها تضرب، راه مزيان ليها تضرب. شنو اللي وصلنا لهذا الشيء؟ العادة احتقار ثقافي، لأن الثقافة هي اللي كتخلق الوعي. الثقافة بطبيعة الحال كتكون مندمجة في النظام التربوي، ومن خلال النظام التربوي كتبنى الشخصية الوطنية. حنا هذا الشيء كله ما نجحناش فيه، والنتيجة هو هذا الوعي اللي كتشوفوه ديال ما كتسأل المواطنين كيعطيوك أجوبة صادمة، أجوبة صادمة. كتلقى المواطن المغربي حريص على أنه يسيق الدار ديالو ويشطبها باش تكون نقية، مجرد ما كيخرج من دارو كيبدا يرمي الأزبال لأنه كيعتبر الفضاء العام ماشي ديالو، بينما المواطنة هي تربية على اقتسام الفضاء العام على أنه جميل ديالنا كلنا. هو كيعتبر أن ديال الدولة، والدولة في نظره هو ما كينتميش ليها، الدولة عنده شي حد آخر، لأن عندنا شعور بأن المجهود اللي كنديروه ما كنستافدوش منه كيستافدو منه ناس أخرين، وهذا خلل كبير جدا. إذا خصنا نصلحوا هذا الشيء كله، وباش نصلحوه العامل الأول الكبير ديال الإصلاح هو التربية والتعليم اللي حنا فيها كنحتلوا رتبة مخجلة في العالم. حنا مكلاسيين مورا بلدان في حالة حرب. واش كتصوروا أن ليبيا وسوريا مخربين بالكامل بحالة حرب وكيحتلوا رتب أحسن منا، وحنا بلد مستقر وعندنا ثروات؟ هذا شيء خطير جدا. خصنا نطرحوا الأسئلة، خصنا نوقفوا كل شيء ونجلسوا ونقولوا شنو هذا الشيء، كيفاش عندنا ثروات وبلدنا مستقر ما عندنا لا فتنة لا والو، وحنا الاخرين في التعليم؟ لماذا؟ منين جا هذا الشيء؟ وإلا كنت الاخر في التعليم ما غتنجح حتى حاجة أخرى في المجالات كلها الأخرى. هذا الشيء كله شديد الارتباط بموضوع الهوية، لأنها كتبنا في التعليم المواطن، وشديدة الارتباط بالانتماء إلى الوطن والإنماء. إحنا ضعفنا الوطنية المغربية من خلال كل هذه السلوكات اللي هضرنا عليها. الشعور بالانتماء إلى الوطن ضعيف عند المغاربة. علاش؟ لأنه يبنى في التعليم، والتعليم أول حاجة كيبدأ بها هي الجغرافية. في كل بلدان العالم الدرس الأول كتوري الطفل الخريطة ديال بلادو اللي كينتمي ليها، ثم كتوريه التاريخ والعمق التاريخي ديال بلادو باش يعتز بهذا البلد. هذا الشيء حنا ما درناش للأسف. التاريخ مازال عندنا تاريخ واحد النسخة مزورة كنعلموها للناس،
ما كنعلموش المغاربه الاعتزاز بالوطن، لان ما قلناش لهم راه عندنا الاف السنين ديال الحضاره، قلنا لهم يلا هذه 12 قرن باش درنا الدوله. وبمجرد ما الطفل كيكبر ويدخل المكتبه يبدا يقرا كيلقى ان داكشي اللي قراوه غلط، ما كتبقاش عنده ثقه في المدرسه لان دوزات المعلومات غير صحيحه. شكون هذا اللي كيختزل تاريخ الوطن 12 قرن بينما هو الاف السنين؟ كتمشي عند التونسي كتلقاه شديد الاعتزاز بوطنه لان قالوا له كانت عندنا حضاره قرطاج 3000 عام. كتمشي عند المصري كتلقى عنده اعتزاز كبير بمصر، واخا هي بلد الا مشيتي لها الان في غايه تردي، الازبال في كل مكان، والشعب كله تقريبا يشحد. ورغم ذلك كتلقى عند المصري اعتزاز بالبلد. علاش؟ لان في التربيه المصريه كاين اعتزاز ب 5000 7000 سنه الحضاره. كتجي عند المغاربه كتلقاهم كيعظموا الاجنبي وكيحتقروا بلادهم. منين جا هذا المركب ديال النقص؟ جا التعليم. لان ملي كتقول للطفل انه ما عندوش الاف السنين وما كتبيناش ديال الحضاره كيعتقد ان ما عنده حضاره، فكيحتقر بلادو وكيولي كل حاجه اجنبيه خصو يعظمها، لدرجه انه ولينا راكم شفتوا غير هاد الايام فنان امازيغي كي يعمل يمارس الفن ديالو مده 50 سنه ما تفكروا حتى واحد حتى التفاته رسميه، بينما مطربة كتلوي لسانها بالمصري وبالخليجي كتحتفل بها وكذا، وهي مغربية غير في لاكارت ناسيونال، يعني مواطنة مغربية ولكن كمطربة ليست مغربية لأن خصها تغني الأغنية المغربية باش تكون مغربية. كيفاش إذا الفنان اللي غنى حتى مغربي 50 عام ما كيعرفو حد ما تفكرو حد، وفنانة عايشة في الشرق كيعظموها الناس؟ لان عندنا خلل في التربيه ديالنا، ما علمناش ولادنا كيفاش الاعتزاز بالوطن من خلال عمق الحضاره. فهذه الاشياء كلها يعني تبعنا، لا بد من اصلاح جذري للتعليم باش نعلموا معنى الانتماء ومعنى الانماء لولادنا، لا بد من توزيع عادل للثروه باش ما تكونش عندنا مناطق منسيه مهمشه ومناطق كتكدس فيها الرصانير، لا بد من عناية بجاليتنا المغربية في الخارج واهتمام بها بأنها ليست مصدر العملة بل هم جزء من هذا الوطن، لهم نفس الحقوق التي للمغاربة. وخص توثيق الصلات بالوطن باش ديك العواصف التي تجتاح البلدان الأخرى ما تأثرش في الجالية ديالنا. ثم أيضا بجانب هذا كله لا بد من إعادة قراءة تاريخ المغرب. علاش؟ باش المغرب يعرف بلادو مزيان ويعرف التاريخ ديالو، والمجهود اللي كيديرو السي محمد خواجه مثلا في التاريخ المحلي ديال المنطقه هو مجهود جبار. راه جميع مناطق المغرب خص فيها مؤرخون بحال السي خواجه محليين اللي يركزوا على التاريخ المحلي، لان ارتكبنا واحد الخطا في بدايه الاستقلال، هو اننا بنينا تاريخ المغرب انطلاقا من الرباط، بينما خصنا نبنيو تاريخ المغرب انطلاقا من الجهات. كل جهه كتعطي تاريخها وكيصب في العاصمه وكنبنيو واحد التاريخ وطني. منين جاو الفرنسيين دخلوا علينا كمستعمرين، راه محمد داوود كيكتب التاريخ ديال تطوان، بن زيدان كيكتب التاريخ ديال مكناس، الصديقي كيكتب تاريخ الصويره، المختار السوسي كيكتب التاريخ ديال سوس. هذا هو التاريخ الشاهي، ومن خلاله كان خصنا نبنيو التاريخ الوطني. درنا العكس، غير خدينا الاستقلال صنعنا واحد الروايه تاريخيه زائفه في العاصمه وبدينا كنوزعوها عبر التعليم على كل مناطق المغرب، ولا كل واحد كينتمي لجهه كيشعر بان ما فيها والو. علاش؟ لان قالوا لذوك الناس اللي في الرباط بان ها هو التاريخ وهو القرص، وذاك التاريخ ما فيهش المنطقه اللي كينتمي لها. إذا بنادم اللي في وزازات ولا فين حنا حل خصو يهاجر للرباط باش يحصل على الاعتراف، بينما خصو يكون عنده الاعتراف وهو في بلاده وهو في الجهه اللي هو فيها، باش الهجره ما تبقاش جهه الرباط بل بالعكس تولي وزازات كتعطي القيم، وإن حنا حل كتعطي القيم وكتعلم الدروس ديال التاريخ،
للعاصمة ولكل مكان في المغرب. خاصنا واحد التاريخ وطني كبير اللي نبنيه من خلال الجهات ديالنا، واللي كيجعل كل واحد في المغرب في أي منطقة كاين يشعر بأنه مغربي بحق، وما كيقلبش على الرباط باش يحصل على الاعتراف. هذا هو، هذا شيء أساسي إذا بغينا نوصلوا لمعنى الانتماء ومعنى الإنماء. باش تكون عندك شعور بالانتماء كتكون مطمئن، كتكون عندك واحد الطمأنينة كيسميوها السوسيولوجيين الطمأنينة الاجتماعية. هذه الطمأنينة الاجتماعية هوياتية في الأساس، وكتجعل الإنسان كيعمل وكيخدم وهو مطمئن على راسو وعلى مستقبل ولاده. حنا ولينا كنهددوا على الطمأنينة لأن ما قمناش بالإجراءات الضرورية اللي خصنا نقوم بها. ربما هناك نقاط أخرى ما لا يتسع المجال التفصيل فيها، غادي ربما نثيرها خلال المناقشة. كنجدد الشكر للجمعية المنظمة وللحضور الكريم على حسن المتابعة.